رح نحتاج لأربع حبات من البتنجان كبار، وبدنا ربع كوب زيت زيتون، كمان بدنا ملح وفلفل، معلقتين كبار من دبس الرمان، كمان بدنا كوب حمص مسلوق ومعلقتين كبار من الخل، معلقة كبيرة من السماق، ربع كوب من البقدونس المفروم، حبتين تومة مفرومة، وفلفل حر، حبة فلفل حر مفروم، كمان بدنا كيلو لبن وربع كوب طحينية واثنين حبة تومة مهروسة ومعلقة صغيرة ملح، معلقتين كبار من عصير الليمون، أربع أرغفة خبز مقطع مقلي أو مشوي، وبقدونس مفروم ولوز وصنوبر وبابريكا للتزيين. نعم، يعني مقادير كتيرة بس مستحيل لأنها فتة طبعا. هلا بالنسبة للبتنجان روان، أنا يعني كل اللي سويته إنه بس قطعته دوائر وبعدين عملته مكعبات وما رشيته ملح ولا صفيته ولا إشي، رأساً على الصينية من التقطيع على الصينية. أوكي، وبحط عليه هنا شوية ملح وفلفل وزيت زيتون فقط. أوكي، ورشة سماق رشة صغيرة ودخلته على الفرن. تمام، فهلا هاي البتنجانات صاروا عندنا جاهزين. طبعا انا مستعمله 5 كبار للفته، وهي هون واحده بس عشان افرجيكم الطريقه. بدنا نحط عليها شويه زيت زيتون مش نباتي، زيت الزيتون، فهيك احنا شويناه بدل ما نقليه طلع اخف واسكى. حتى زيت الزيتون صحي كمان صراحه، صحي كتير. وحتى الخبز بالفته يعني اذا ملاحظين لونه مش مقلي قلي، انا شويته يعني انا فكرته مقلي بس طعمه مشوي كتير. لا لا الصراحه الطعم مشوي وشكله مقلي. هذا على جهاز بيقلي بدون زيت، بس اذا ما عندكم اياه تقدروا تحطوه بالفرن اكيد. هلا راح احط رشه سماق، طبعا سماق بلدي، وراح احط عليه ملح. بتعرفي ما راح احط فلفل اسود هلا لانه ما بدي اغير لونه، ممكن بعد الشوي. اوكي، بكفي السماق وراح اقلبهم منيح حتى كله يختلط معنا صح. هلا بندخلهم على فرن حرارته 180 درجه بدون ما يكون مغطى طبعا ولا شيء لمده تقريبا 20 ل 25 دقيقه. فراح اجيب الجاهز اللي عندي بالفرن. هلا طبعا اللي بالفرن اكثر، فانا عملتهم على مراحل يعني شويتهم بصينيتين وبعدين حطيتهم بهالصينيه بس حتى اسخنهم، بس هو لازم يكون متفرق عن بعض بالصينيه حتى انه يستوي مزبوط زي النار. هلا بدنا نحط عليها باقي المقادير. نحط نرجع زيت زيتون، بدي اياه فريش هذا الزيت. هلا فوق الزيت اللي حطيناه، فوق اللي حطيناه هذاك، هلا بدي ارجع احط هذا للتتبيله. اوكي، وبدي احط عليه يا ستنا العزيزه دبس رمان، والله شكلها زاكيه كثير زاكيه. بعدين رح اخلطهم، وهيك فتة سهلة يعني من الفتات السهلة. تقريبا معلقتين. هلا بدنا نحط شوية خل ابيض. هلا لانه دافي رح يشربه كله طبعا. بدنا نقطع شوية ثوم شرحات وفلفل حر، خليني اشيلها. ديري بالك ايدك. معلش هيك اوكي. بدنا نخليهم شرحات مناح مبينين يعني. فاللي ما بيحب الحر كتير بيقدر يخفف. طيب بدنا نحط برضه رشة بقدونس هون ونخلي برضه للوش فوق اللبن. شايفين هي زي سلطة كمان بتطلع زاكية. ايش ضل نحط؟ ممكن نحط لها عصرة ليمون بس ما رح احط جوا لأنه أنا في باللبن ليمون. بدي أزيد يعني شوية سماق فريش برضه. اوكي. والله سلطة هاي بتطلع كمان زاكية. شكله زاكي. هلا بس بدي اقلبهم مع بعض. يا بي الريحه يا روان شامه. ورح ازيد نقطه ملح كنت حاطه، ما رح اكثر، ف شيء بسيط. اوكي، تعالي دوقي لي اياها روان عشان اذا زاكيه ما رح اضيف شو اسمه، اذا زاكيه ما رح اضيف لها ملح وفلفل اكثر من هيك. يعني. طب يلا بس اخلطيها منيح عشان يس عشان الخل والليم. انسينا اهم شيء، نسينا الحمص. طبعا معنا كوبايه كوسه كوب كوسه الكوسه كوسه بتنشف كوب من الحمص المسلوق. هيك نخلطهم. طعم الخبز بشهي صح. لا بتشوفيها كلها مع بعض قد ايه زاكيه. يلا دوقي لنا اياها. هلا بدي افتح اللبن عشان نعمل تتبيلة اللبن. ديما ايش حبيبتي؟ وجبة كاملة خبز وبروتين وخضار 100%. شهي. خلينا بس نرتبهم شوي صغيرة هيك. اوكي يلا. هلا بدنا نعمل خلطة اللبن. بدي احط عليهم طحينة. اللبن أكثر من الطحينة. طبعا طبعا.
لا الطحينة على فكرة كتير بتطعم، ما تحطي كتير. هي أسكى بس هي كفتة اللبن يكون أكتر. بدك تكسري يعني بدك تكسري حموضة اللبن أكتر. هلا بدي أحط تنتين توم. بدي احنا قلنا معلقتين كبار يعني حسب الرغبة، خلينا نقول لأنه رح أبدأ أنا بمعلقتين بتخيل كفاية يعني، كمان كل واحد حسب شو بحب. في ناس ما بيحبوا الليمون فيها بالمرة حتى عرفتي بالضبط. أنا مثلا بحبه خفيف بهيك بحب طعم الأكل يطلع أكتر. أنا بحب فول فتت فول؟ لا لا فول 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 تغني يعني أنا الفول دايما موجود عندنا على السفرة برمضان أو إحنا. اسمعي زاكي هلأ بدي أحط الخبز على الحفاف واخليه اولا هيك ما بتشتش الخبز، فانتوا الفته حتى لو قعدت شوي عبين ما يصير وقت الاذان. انا شوفي خلص دخلت في مود رمضان خلص ضروري شو اسمه انه الواحد ما يكون مستعجل انه يبدا فيها لانه بتعفي بتشتش. اما هيك بتضلها جاهزه وحاضره وامورها تمام.